طيب هنتكلم دلوقتي عن ال feature importance. انا طبعا احنا كنا اشتغلنا على ال Ares dataset اللي هي احنا عرفنا ان هي بتتكون من 3 classes وعندي 4 features. طب انا عايزة اعرف ايه اهمية كل features بالنسبة او ال importance بتاعته بالنسبة لكل class، قد ايه نسبتها قد ايه، وازاي افهم ال importance بتاعتها. طيب هبتدي ان انا اقيس ال importance عن طريق learner classifier اللي هو ال logistic regression. logistic regression اوكي، ابتدي هنا عايز اقيس ال feature importance. اوكي الداتا، وعندي هنا في حاجة اسمها explain model. عشان اقدر افهم ال feature importance بالنسبة لكل كلاس فيهم هتبقى ازاي. طبعا انا عندي هنا feature importance رابطها بالفايل نفسه بالداتا وبال logistic regression، وعندي ال explain model رابطها برضو بالفايل وبال logistic regression. تمام. طيب هنا عندي ايه، يطلع لي كل كلاس التارجت بتاعي. هنا مثلا اول كلاس عندي اللي هو الارس سيتس. تمام. وعندي هنا كل فيتشر اهميته ايه. عندي هنا اللاين ده الزيرو، وعندي هنا الفيتشرز بالبوزيتيف وعندي بالنيجاتيف. بيقول لي ايه الازرق اللي هو اللو، يعني كل ما كان ازرق هيبقى اهميته لو، وكل ما يبتدي معايا ان هو ندخل على اللون الريد انا كده يبقى دخلت في منطقة الهاي ايه امبورتنس بتاعتي بالنسبة لي، بتأثيره عليه بوزيتيف اور نيجاتيف. يعني عندي هنا البيتا لينس، تمام، تأثيره هيبقى نيجاتيف عندي 0.3 مثلا بالنسبة للارس اي 6. تمام. طيب عندي هنا السيبلنس تأثيره هنا ابتدى يقرب شوية من الزيرو، بس هنا عندي في تأثير بوزيتيف وتأثير ايه نيجاتيف، وعندي النيجاتيف اعلى شوية. تمام. طيب عندي هنا برضو السيبر ويدز، عندي برضو في جزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف. عندي هنا معلش البيتا لينس هنا في الجزء البوزيتيف اكبر، يعني هنا عندي 0.6 في الجزء البوزيتيف، يبقى ده اكثر تأثيرا بالنسبة للارث اي سيتسر. كل ما اقرب للزيرو طبعا شايفين تقريبا هنا في تطابق بين الاثنين مع بعض، يعتبر معدوم يعني. طيب عندي مثلا فيرس كالر، عندي برضو هنا التأثير بتاعه عالي بالنسبة لي في البيتا لينس. بالنسبة للفيرس كالر يلي البيتا ويدز ثم اللينس ثم اللي هو السيبال لينس ثم الاي سيبال اي ويدز. طيب هنا البوزيتيف عندي واصل تقريبا برضو 0.4، لا بعد 0 يعني 0.6 برضو. تمام. هنا لا 0.2، هنا 0.1، هنا قرب شوية من الايه من الزيرو. طيب هنا الفرانكا، هنا الفرانكا هنا هاي بقى قوي في البيتر لينس وبعد كده البيتر ويدز. تمام. هنا لو شوية التأثير بتاعه في البوزيتيف، ولكن في النيجاتيف هاي بالنسبة للسيبل لينس. هنا الاتنين زيرو متطابقين.
تمام. ده يعني ده كده هنا importance الخاصة بكل feature فيهم بالنسبة لكل class.